ولمناقشة انفلات الميليشيات وضعف حكومة الكاظم في مواجهتها ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث في وحدة الدراسات السياسية والاستراتيجية رسام العقيد الركن حاتم الفلاحي. مرحبا بك معنا. حياكم الله، تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. أهلا بكم. الميليشيات باتت توسع على ما يبدو من دائرة اغتيالاتها وخطفها لتشمل حتى المحللين السياسيين هذه المرة، كما جرى مع الهاشمي رحمه الله والذي هو ناصح وليس مناهض بمعنى المناهضة لها، بينما الكاظمي ما زال يتحدث عن هيبة الدولة وعن حصر السلاح بيد الدولة فقط. متى يمكن أن تكون هناك عملية بهذا الاتجاه؟ نعم، بداية دعني أقول بأنه النظام السياسي في العراق هو نظام مأزوم ويدخل مرحلة حرجة جدا، وهذه المرحلة هي مرحلة خطيرة من التصعيد بعد أن احتدم الصراع وأصبح على المكشوف الآن ما بين حكومة الكاظمي والولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن نقول من جهة، وما بين ميليشيات وإيران من جهة أخرى. أنا أعتقد بأنه التدخل الخارجي هو السبب في إذكاء الصراعات الداخلية، لأنه الميليشيات الآن أصبحت تسيطر على مقدرات الدولة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وبالتالي أصبحت تتحكم في مجريات المشهد العراقي بما يتلائم مع مصالحها ومع مصالح الجهات الخارجية التي تدعمها. في أي عملية اغتيال هناك سؤال مهم يجب الإجابة عليه، من المستفيد من هذا الاغتيال؟ أنا أعتقد بأنه ما يجري الآن في بغداد هي عملية اغتيالات سياسية بامتياز، وهو جزء من صراع الإرادات في العراق ما بين النفوذ الإيراني وما بين النفوذ الأمريكي، أي أنه قد يكون بداية لقصقصة النفوذ أجنحة النفوذ الأمريكي في العراق من خلال هذه التصفيات التي تقوم بها الميليشيات نهارا جهارا أمام الحكومة وأجهزتها الأمنية. نعم. أضف إلى هذا بأن هناك فشل أمني كبير وهناك قصور في أداء الأجهزة الأمنية في أسلوب قيادتها وتوجيهها، وهناك قلة في المعلومات الاستخبارية بحيث أصبحت الأجهزة الأمنية تخشى من متابعة الميليشيات، بحيث يعني تخشى من سطوتها وهيمنتها على الملف بشكل كبير جدا. نعم. وبالتالي لا يمكن للحكومة أن تسيطر على هذه الميليشيات المنفلتة ولا يمكن لها أن تسيطر. سنأتي إلى هذا الموضوع بالتفصيل، لكن أنت تحدثت عن قضية مهمة سيد حاتم وهي قضية الاغتيالات السياسية. هل وصل الأمر لدرجة أن يهدد محلل سياسي الأمن القومي لهذه الميليشيات؟ هل هذا معقول؟ ما الذي يشكله المحلل سياسي أو صحفي مثل ما حصل مع زملاء صحفيين سابقين من تهديد حقيقي على هذه الميليشيات وعلى المشروع الإيراني في العراق حتى يغتال بهذه الطريقة؟ هذا هو السؤال. نعم أكيد، دعني أقول بأن هذه الخطوة هي خطوة لتكميم الأفواه، أي صوت يمكن أن يرتفع، أي صوت يمكن أن ينادي بالتغيير، أن يقف بوجه هذه الميليشيات هو عرضة للتصفية، وبالتالي يعني عملية اغتيال الهاشمي هي رسالة إلى جميع الذين ينادون بعملية التغيير أو بمواجهة هذه الميليشيات، لذلك هو جزء من تصفية الحسابات ما بين الأطراف الشيعية. الآن هناك صراع شيعي محتدم، هناك جزء من الشيعة ينادون باستعادة الدولة، وهناك جزء آخر يسعون إلى الهيمنة والسيطرة بشكل كبير جدا، لأن لديهم الآن مؤسسات موازية لمؤسسات الدولة. أنا أقول بأنه العملية التي نفذت هي عملية كانت مخططة ومدبرة بشكل كبير جدا. نعم. وهناك تعقب لخط سير الحركة بالنسبة للهاشمي، ورأينا القتلة كيف يقومون بالحركة بأريحية كاملة يعني. طب. وبالتالي هناك تغول كبير جدا في مؤسسات الدولة الأمنية لهذه الميليشيات، بحيث أصبح من الصعوبة السيطرة على حركة هذه الميليشيات. وهنا نتوقف عند السؤال التالي. الكاظمي شكل لجنة تحقيقية في اغتيال الهاشمي، ماذا لو توصلت هذه اللجنة إلى القتلة الحقيقيين وكانوا من الميليشيات، خاصة ميليشيا حزب الله؟ هل سيتم القبض عليهم والدفع بهم إلى العدالة؟ نعم، هنا أنا أقول بأنه الإجابة بسيطة جدا، بأنه إذا لم يكن هناك قرار سياسي بمواجهة هذه الميليشيات لن تكون هناك أي إجراءات عليهم. ما الدليل على هذا؟ بأن العملية التي نفذت في الدورة عام يوم 25 على 26 حزيران الماضي تم إطلاق سراحهم، رغم بأنهم وجدوا معهم قواعد لإطلاق الصواريخ ووجدوا معهم أسلحة كاتمة والكثير من التجهيزات العسكرية،
ولكن الضغوطات التي مارستها هذه الميليشيات على الحكومة أجبرتهم على التراجع، بحيث عندما خرجوا وضعوا صورة الكاظمي على الأرض وداسوها بأقدامهم. إذن نحن أمام سلطة حقيقة أقوى من سلطة الدولة، وهناك إمكانية على العمل والعبث بالمشهد العراقي كيف يشاءون. لذلك لن تكون، طالما شكلوا لجان تحقيقية إذن هم يريدون التهرب من مسؤوليتها. والدليل على هذا بأن الكاظمي وعد عندما جاء إلى رئاسة الوزراء بأنه سيقدم الذين قتلوا المتظاهرين إلى العدالة، وها نحن نقف نتفرج بأنه عندما يعني على ذكركم لهذه القضية سيد حاتم، ألا لا يعرف كيف سيثق الرأي العام العراقي بلجنة الكاظمي وجدواها إذا كانت اللجان التحقيقية كما تفضلتم في قتل المتظاهرين ما زالت حتى اليوم تدور في حلقة مفرغة، على الرغم من كل الشواهد والإثباتات ومقاطع الفيديو التي تثبت مسؤولية ما يسمى بالطرف الثالث عن هذه الجرائم؟ لا أبدا، هناك أولا فقدان ثقة كامل بالحكومة، هذا أولا. يعني المسألة الثانية، هذه القضايا أدت إلى أن تكون هذه الميليشيات أكثر جرأة في مسألة مواجهة مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وأنا أعتقد بأنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه يمكن أن نكون نحن أمام الحالة اليمنية كما سيطر الحوثي على الدولة، أو نكون كما سيطر حزب الله في لبنان. هذا الأمر منذ مدة طويلة، وأحنا نتكلم بأننا نقول قد نصل إلى هذه المرحلة. اليوم نحن على أعتاب هذه المرحلة. الآن القوات الأمريكية توصلت إلى نتيجة بأنه الحكومة العراقية غير قادرة على الدفاع عن المؤسسات سواء كانت الدبلوماسية أو العسكرية، وبدأوا الأمريكان الآن يستخدمون الأسلحة لحماية أنفسهم الآن. أما بقية الحكومة فأنا أعتقد الحكومة الآن يعني هناك تراجع كبير جدا في موقف الحكومة في مواجهة هذه الميليشيات. يعني حتى مسألة التغييرات الأمنية التي جرت في الملف العراقي أنا أعتقد بأنها تغييرات شكلية بشكل كبير جدا، كون قاسم الأعرجي هو ينتمي إلى منظمة بدر وبالتالي هو ينتمي إلى الحرس الثوري الإيراني، وجاءوا به الآن ليكون مستشار الأمن القومي. ما التغيير الآن؟ إذن النفوذ الإيراني الآن يتمكن بشكل أكبر في ملفات في المفاصل الحيوية في الدولة العراقية. لذلك نقول بأنه من الصعوبة جدا الآن على حكومة الكاظمي أن تواجه هذه الميليشيات التي تمكنت بشكل كادر من المشهد العراقي، وهي مدعومة بنفوذ إقليمي واضح أيضا. وأصبح العراق الآن ساحة لتصفية الصراعات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، بحيث فشلت الحكومة في أن تخرج العراق من هذه الدائرة، وأصبحنا الآن ندفع ضريبة هذا الصراع على جميع المستويات سواء كانت سياسية أو سواء كانت عسكرية أو أمنية أو حتى صحية. يعني وربما هذا ما أكدته مفوضية حقوق الإنسان فيما يتعلق تحديدا بضعف الأجهزة الأمنية، من أن الاغتيالات واستمرارها سيؤكد ضعف هذه الأجهزة ويعزز حالة اللا دولة. هل تبقى الدولة في العراق؟ أنا أعتقد بأنه الآن حقيقة هناك إشكال كبير جدا في مسألة إدارة الدولة وفي مسألة مؤسسات الدولة، كون هذه المؤسسات هي مخترقة من قبل الحشد الشعبي منذ فترة طويلة. والدليل على هذا بأنه لو رأينا وتابعنا مواقع التواصل الاجتماعي ورأينا المعلومات التي نشرها الحشد الشعبي أو قيادات حزب الله العراق عن القوة التي قامت بمداهمة منطقة الدولة، لتوصلنا إلى نتيجة بأنه هذه الأجهزة هي مخترقة بشكل كامل من قبل الميليشيات، وأصبحت لديها القدرة على التحكم في مفاصل حيوية مع ضعف أجهزة الدولة في بناء هذه الأجهزة الآن مرة أخرى. ما يقوم به الكاظمي الآن حتى من مسألة التغييرات هذه لا قيمة لها، لأنه التغيير يجب أن يكون تغيير حقيقي، ويجب أن تكون هناك مواجهة حقيقية، ويجب أن يكون هناك قضاء غير مسير. يعني عندما يعتقلون على العشرات من مناطق الطارمية بتهم كاذبة وكيدية ولا يتم إطلاق سراحهم، والذين يمسك معهم قواعد لإطلاق الصواريخ وأسلحة كاتمة يتم إطلاق سراحهم وعلى الإعلام. نحن أمام ازدواجية في التعامل، ازدواجية ازدواجية في القرار السياسي، ازدواجية في القرار العسكري. يدفع ثمنها المواطن العراقي مع كل الأسف. سيادة العقيد الركن حاتم الفلاحي، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.